إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم نعيش وإياكم معاشر الإخوة والأحباب والأطفال والأخوات ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو العام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعلمون أنه أول من أرخ بالعام الهجري هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. My dear respected brothers, as you know, this week is the beginning of the 1442 years of the Hijra of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the first person who used the Hijra date or calendar was the Umar ibn al-Khattab. May Allah azza wa jalla be pleased with him. حتى نقدر أن نفهم درس الهجرة لابد أن نرجع خطوات إلى الوراء حتى ندرس الأحداث التي كانت توطئة وسببا للهجرة. فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست حكاية تدرس للأطفال أو تقال للأطفال قبل النوم، وليست درسا للتسلية للكبار في مجالس ما يعرف بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك أسباب قد أدت إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المؤمن أن يقف عندها ويدرسها، لأن الهجرة كانت ميلاد أمة وإعلان ثورة على الظلم والظالمين وبراءة من المؤمنين لمن ظلمهم حتى ولو كانوا أقرباءهم، واختبار للصف المؤمن حتى يرى بذل عطائه. As you know, the first immigration of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it's not a bedtime story we can tell it to our kids, or entertainment story we can entertain each other by mentioning it. It was the constitution of our ummah. It's the beginning of the mission of the Muslim ummah. And in order for us or for anyone to plan for a better future, need to study the hijra of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But however, the hijra of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you cannot understand it unless you go back two steps back and study the reasons that led to the hijra of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is many reasons that led to the hijrah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's not easy for the person, ya ikhwan, to leave his home country, the homeland, and leave that country and replace it with another country. There's going to be a solid reason for that.
إذا ما ضاق صدرك في بلاد ترحل طالبا أرضا سواها. عجبت لمن يقيم بأرض ذل وأرض الله واسعة فضاها. فنفسك فز بها إن خفت ضيما، فذاك من الرجال قليل عقل بليد ليس يعلم ما طحاها. فنفسك فز بها إن خفت ضيما، وخلي الأرض تنعي من نعاها. فإنك واجد أرضا بأرض، ونفسك لا تجد نفسا سواها. فإنك واجد أرضا بأرض، ونفسك لا تجد أرضا سواها. لقد كان من الأسباب ما أدت إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليترك وطنه. والله عز وجل أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منذ بداية التنزيل أن هذا الأمر الذي سنوحيه عليك يا محمد إنه أمر ثقيل لا يقوم به المهازيل من البشر. في أول أو في ثاني سورة أنزلها الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول لا يقوم به المهازيل من البشر. لذلك بمجرد أن التزمت بالمنهج يا أيها المسلم فاعلم أنك ستحارب حتى من أقرب الناس إليك. بمجرد أن أعفيت اللحية ولبست الثوب الإسلامي وذهبت إلى المسجد فأنت محارب من أبناء وطنك، أنت محارب من أبناء جلدتك. الآن سيقال عنك إرهابي، الآن سيقال عنك تكفيري، الآن سيقال عنك متزمت، الآن سيقال عنك وهابي، إلى كل أذى تلك الأسماء التي ينعتونها بالمسلم إذا التزم، ينعتونها بالمسلم إذا التزم. لذلك الله عز وجل أخبر نبيه يا محمد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ستجد ثقله في قومك. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد معنى الآية في أول لقاء مع قريش. لذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت عليه هذه الآية كان في سن ماذا يا أيها الإخوة؟ كم كان سنه؟ 50؟ 40؟ 40 سنة. So when Allah Azza wa Jalla revealed to the Prophet of Allah Surah Al-Muzzammil, he was at the age of 40. You need to remember that day. Don't hesitate to mention it, to say it out loud, 40 years out loud, 40 years old when Allah Azza wa Jalla revealed to the Prophet of Allah. So Allah Azza wa Jalla told him, we are about to reveal to you a very heavy load. So what the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam told Khadija, لقد ذهب وقت النوم يا خديجة. There is no time to rest, O Khadija. He was at the age of 40 and he told his wife, there is no time to rest. Because this is a clear message from Allah Azza wa Jalla. You have no time. The remaining of your journey in this worldly life is very limited. No, you have to, no time to react, O Prophet Muhammad. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف. بمن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بأهل بيته أولا. وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين.
لذلك الشيخ بس يقول شغلي أولاده مش كثير ما بيقولوا لك روح قول لأولادك أول جيت قلنا لنا هذه حقيقة. لذلك سيدنا عمر شو قال عندما استلم الخلافة؟ قال يا آل الخطاب لا يأتيني أحد منكم قد ارتكب أمرا إلا ضاعفت له العقوبة ضعفين، عقوبة لارتكابه للأمر وعقوبة لقرابته من عمر بن الخطاب. فأصبح أولاد عمر بن الخطاب يقولوا شو بنا بالخلاف بآل بن الخطاب كليتا، لما بنا كل الذنب ذنب بين العقوبة عقوبتين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وقال لهم ماذا تقولون لو قلت لكم أن هناك جيش خلف هذا الجبل يريد أن يغير عليكم؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال إني رسول الله إليكم. فقال له أبو لهب تبت يداك ألهذا جمعتنا؟ تنكرت القبيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن قال لهم إن الله واحد. لذلك الظالمين يا أخواننا بكل العصور إلهم ذرية ما بينقطعوا. الظالمين بكل عصر إلهم ذرية ما بينقطعوا أبدا، منذ عهد لوط عليه السلام عندما أتاهم نبي الله لوط وقال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. شو ماذا قال أهل لوط أو أصحاب لوط؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. شو ذنبهم يا إخواننا؟ قال إنهم أناس يتطهرون. That makes sense, ya ikhwan. The unjust people, they are the same in every century, ya ikhwan. They have offspring who can carry their legacy and spread their mentality upon people. From the time of the Prophet Lut, when Prophet Lut conveyed the message of Allah to them, what they say? Expel the people of Lut out of your own town. They are the people of corruption, right? No, they are the people of the purity. La ilaha illallah. Kick them out of their own land because they are a people of the purity. It's the same mentality in every century, ya ikhwan. Mu'amara hatta la yasil al-Islam wal al-Muslimun ila al-hukm, لأن المسلم بغض النظر عن مكانه. أنا ما راح أدخل بالهويات يا أخوانا، ولكن المسلم عندما يتقلد أنا أقول المسلم وليست منافقي العرب وأعرابهم، هؤلاء هم الذين قال الله فيهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. أنا أقول المسلم لا يسمح له أن يصل إلى مقاليد الحكم، لأن المسلم إذا أخذ مقاليد الحكم فكثير من الأيدي المنافق ستقطع، وكثير من أولئك الظلمة سيكون مصيرهم السجون. لذلك لا يسمح أبدا للمسلم ولا لتجربة أردوغانية ثانية أن تتقلد مقاليد الحكم، لا يسمح أبدا، لن يسمح. وأنا لا أقول أن أردوغان هو حاكم مسلم بالمعنى المطلق، هو إنسان يعمل لمصلحة بلده رضينا أم أبينا، ولكن لن يسمح لقائد عربي مهما عظم شأنه أن يتقلد مقاليد الحكم في دولة عربية بعد أردوغان، لن يسمح. لذلك هؤلاء الظلمة وأبناء الظلمة سيصورون لك بمجرد أن التزمت أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه هي الأحداث وكثير منها التي عاشها النبي لحظة بلحظة.
لن يسمح كما قلنا. تلك الأحداث عاشها النبي لحظة بلحظة، ولكن كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر الإسلام لا يقوم به فرد. So the Prophet of Allah lived a very tough life after he revealed the message of Allah to his own tribe. They called him a liar, a magician, all the type of names, to the point that they killed a camel and they throw its stomach upon the Prophet of Allah when he was making the sujood around the Kaaba. Could you imagine? He was the truthful, the trustworthy. But when he told them that I am the messenger of Allah Azza wa Jal, now the story has been changed. حتى جاءت السيدة فاطمة حتى ترفع سل الجذور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لهم كيف يفلح قوم كيف يفلح قوم أهانوا نبيهم أتفعلون هذا مع رجل يقول ربي الله لك ربي الله أتفعلون هذا مع رجل يقول ربي الله وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواننا الرحيم رؤوف رحيم بالمؤمنين وما أرسلناك إلا ماذا لمن للعالمين مسلم كافر كلهم رحمة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن طور نبوته إلى طور بشريته، رجل يهان بهذه الطريقة. قال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بربيعة بن أبي شيبة وشيبة بن أبي ربيعة وأمية بن خلف. قال عبد الله بن مسعود والله لقد رأيتهم جميعا قتلى يوم بدر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو على قوم، ولكنهم عندما يضعوا سل الجزور عليه صلى الله عليه وسلم خرج إلى طور بشريته ودعا عليهم وما دعا على أحد قبلهم. وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يدعو على أحد ويأتيه هذا الرجل يقول له لقد اشترطت على ربي. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مروي في صحيح الإمام بخاري، لقد اشترطت على ربي ما من عبد مسلم سببته أو لعنته إلا جعل الله عز وجل له عنده قربة يوم القيامة. هذا هو النبي الرحيم، هذا هو النبي الرحيم. هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. لا يسمح لمحمد ولا لآل محمد ولا لأصحاب محمد أن يعرضوا هذا الدين في مكة. Now the decision has been made upon the people of Mecca. It's not, the Prophet of Allah is not allowed to convey his message to his own people. فوضع بلال قيد التعذيب، ووضعت سمية وآل ياسر قيد التعذيب. ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه العائلة التي قبلت رسالته؟ يعني يا أخي، أنت لو جبت واحد قلت له تعرفون الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن بني فلان كانوا على قيد الكفر، فقلت لهم إنكم لو أسلمتم أتتكم الأرزاق صبا من عند الله، فعندما أسلموا الأشياء انتزعت معهم صاروا على الحديد إخواننا. فهذا الرجل جاي عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ مصاري، قالوا إني وعدتهم بس يسلم الله بيغني، بدل ما الله عز وجل يغني أصابهم الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها أمر أصحابه أن يضعوا سرة، يضعوا ثيابا في المسجد، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل منها، حتى جمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم طعاما وسر وجهه صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر هنا مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لآل ياسر أقبلوا إلى الإسلام. ما كانت النتيجة؟ وضع آل ياسر قيد التعذيب.
ما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لآل ياسر شيئا أو أن يساعدهم إلا أن قال لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ما في شيء تقوله، ظلم يعربد، كفر يعربدون في مكة، رمال محرقة تحرق جلد بلال وهو يقول أحد أحد، ظلم يصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، كل ذلك لأنهم قال لهم اعبدوا الله وحده وذروا ما كان يعبد آباءكم. ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة المظلومة، هذه الأمة التي يسحق رجالها، لا يسمح لهم بحرية التفكير؟ أما قلت لكم أنهم سلالة فرعون؟ ماذا قال فرعون؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هل يسمح للمسلم في هذه الأيام بحرية اعتقاده؟ الإسلام يجب أن يكون ضمن تصور ابن سلمان، ويجب أن يكون ضمن تصور ابن زايد الظالم، وإلا أنت متشدد متزمت، يجب أن تسحق ويجب أن توضع في السجن. هذا هو الإسلام الذي ينظرون إليه. ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يؤمن لأتباعه قرية صالحة آمنة يمكن أن ينطلقوا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كان يعلم أن دين الإسلام لا يقوم به إلا أمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم now has made the decision. Another place must be found for the Muslim Ummah in order for them to convey his message. The message of Islam is a message of Ummah, not the message of individual. Individual cannot convey the message of Allah alone. He needs some help around him. So in order for the Prophet of Allah to get some help around him, he needs to find alternative a place. Mecca is no longer a place of safety for him and for his own people. So Allah Azza wa Jalla, he saw in his dream two places that he was going to immigrate to them. And the two places he saw in his dream, they are surrounded by gardens and mountains. And he said that's only two places with this description: At-Ta'if, Al-Madinah. So he tried his luck with At-Ta'if. هذا هو هم المسلم الذي يعيش هم أمته. ما عاد يقبل أن يمجري رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف مسلم ثان ويقول له صبرا إن موعدك الجنة، حتى كان يأتيه المسلم وهو يبكي والرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد حول الكعبة فيقول له أولا تدعو الله لنا، يعني أنت الرسول، أنت الحبيب، أنت المقرب إلى الله، أولا تدعو الله لنا. You know the story, Muslim used to come to the Prophet of Allah in the, at the time of Mecca when he was praying around the Kaaba, and they say to him, O Prophet of Allah, make a dua for us. This is the least what you can do, just to make dua to Allah Azza wa Jalla to protect us. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع تحت منشار فينشر من رأسه إلى أسفل قدمه فما يرده ذلك عن دينه شيئا، ويم الله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسيل الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف في الله لومة لائم ولكنكم قوم تستعجلون ولكنكم قوم تستعجلون. There's more, يا إخوان. Reason that led. So inshallah, like I said, we cannot get to the lesson of the hijrah unless we listen or we study the reason that led to the hijrah. Now the Prophet of Allah is going to try his luck with the city of the Ta'if. After that,
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is going to come back empty-handed, and we're going to learn next week, inshallah. And then the permission will be given to the Muslim to go to Ethiopia nowadays, so that they can seek some safety out there before the hijrah of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. هذه هي الدروس التي يجب على المؤمن أن يتعلمها حتى تعلم أنك بمجرد إسلامك أنت محارب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت محارب، ولكن لا يتمن الله هذا الأمر بأيامنا، بأيام أولادنا، أولاد أولادنا. يمكن نحن مش أهل النصر، بس أولادنا يمكن يطلعوا ما أحسن منا أهل النصر، ولكن الله عز وجل وعد بنصر دينه، لا يخلف الله الميعاد. الله عز وجل promised us to give a victory to the deen, whether we are the people of that victory or our offspring, but wallahi one day we will reach the victory, but we will never be able to reach the status of victory unless we change ourselves. Ya akhwan, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. I really apologize to those who want the khutbah to be in Arabic after a very long discussion with the brothers, I don't want to name any names, but their advice was to keep the khutbah mixed between Arabic and English for the non-Arabic speakers, and to be fair to our kids. يا أخوان والله لا خوف علينا. أنت ما حدا رح يجي يقول لك لا تأمن بالله، ما رح تكفر، ما رح ترتد، بس ابني وابنك رح يرتدوا. إذا ما تعلموا الدين رح يرتدوا. أنت ما في خوف عليك. وهذه الدولة ما بدها شيء مني ولا منك. انت يئسوا منا، نحن مثل بيقولوا مئتين خشبي، ما عاد منا نفعلهم، هن بدهم ابني وابنك. وابني وابنك اذا ما تعلموا هون بالجمعه مين رح يعلمهم؟ اخوان، I really cannot continue with the Arabic, pure Arabic in the khutbah. إن شاء الله it will be mixed between the two. We need to be fair to the kids. If we don't teach them, who's going to teach them, يا اخوان؟ So we need to teach them as long as we can, Ikhwan. I know many of them, they're not very bright, or they don't want to learn, or they're here because their father brought them here. But Ikhwan, one day, inshallah, you're going to be proud of your own kids. Wallahi, you're going to be proud of your own kids. لِأَنَّ الْعَرَبِيَّ مَهْمَا غَرَّبَ وَشَرَّقْ فَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَىٰ أَصْلِهِ. لا بد للعربي أن يرجع إلى أصله مهما غرب وشرق وعربد، لأن الفطرة التي وضعها الله عز وجل في قلبه لا بد أن تطفو يوما، كما طفت الفطرة على عقل فرعون وقال آمنت. لا بد للعربي أن يرجع إلى دينه مهما طغت الظروف عليه. لا خوف علينا، ولكن علينا أن نعتني بالأطفال. So we need to pay attention to our kids, ya akhwana. In the same time, please keep yourself safe, distant from other, until Allah Azza wa Jal give us a very good recovery, inshallah, from this disease. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I'm really proud of this gathering. We ask Allah Azza wa Jal to protect your deen and to protect you. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alameen innaka hamidun majid. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريض إلا شفيته وعافيته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.